دولد سومالي لان وحي جوابك بحسي هن جباده ايا هادالة فالعلينة او دولد شينو هاي كدورتي وفدiga بالاران اي سومالي لان ايو ديرتي جسيرة دا تايوان اي شينا هايس هايان وسير كاري مهد بده سومالي لان او بريسي سيي وكالة دا ورار كي تايوان وحو شيغي ان شروع دا عالميغا هي ايو دماند قاديان ان سومالي لان اي حرير لا يالان كرتو دل والبو او دوني دا دكتور عيسى كيد وحو تباحين هنجباد كستو لغو ويقايا حرير كسومالي لانيا تايوان اي هاليسكو تهي امنiga مندقادا اي عالم كبا دمان تلابوين كهنجباد ده اي لغو دي دين يهي اسكاشيغان او كالي اي دحمر اي لبوودن او عالمي اه كما ترچوم ايو كالي يميل كدع لغو سمي اي مبادي ده يشروع ده عالمي اه بلس وحي ويقايا نبادا إيا أمنيغا قبل كا إيا كان عالم كبا أيو يري وسير كاري مهد بادة إي سومالي لانو هقامين إيا وفديغا كاكوبان وسير هدا إي سومالي لانا يودير تاي تايوان جواب تا دولد سومالي لان أيا إيمان إيسا حيلي دولد شينوهو أي سفر كا وفديغا سومالي لان كو تلمان تاي مدب كاسي هورين أيا إسلامر كان ديگنين كا سوسار تاي صحافة عالمكا ايا هادال هايسين دولد ير او دقالة ايا عدود آن هايسين اي دي دو دلب يدا شينها ايا دو لا ساحي بيسا چسيرد آني دوني دو اقون سنين شينها نخد عصوا وقضب كاي كدولة يان فلان قياش عالميغا هي صحافة دوني دا مر كاي كورهم ايان وفتيغا اي هرگيسي او دير تاي تاي بي وكالا دا هورار كمريكنكا إنجريسكا يا فرانسيسكا يا مقالكا لدوانكا قوري وفتيغن إيا سامين تا دبلماسية دي دايكو كينا يان دبلماسية دا شينها يا تان تايوان وكالا داها اي بي رويتاس يا اي اف بي ورقيسكا وينيكا سو بحا واشنطن اي واشنطن بوست ورباهين تاكالا دي دبليو فرانس 24 يا فوكوس تايوان يا يغو ندن كودا فالوينكا لدوانكا قوري وفتيغا سومالي لان يا تايوان waxay soo qaateen maalgashiga Taiwan uga banaa Somaliland ee dhanka saliidda ceyriin iyo macdanta taasoo ka mid ah dalabyada ay hargeysay hor dhigtay Taipei iyadoo kulamo ay wada qaadanayaan madaxda Somaliland iyo madaxda shirkadaha shidaalka ugu waaweyn ee jasiiradda Taiwan xiriirka Somaliland iyo Taiwan ayaa wajhi cusub oo sii xoogaysanaya yeelanaya iyadoo aanay marna raali gelin ahayn wadamada sheegta labadan dal ee shiinaha iyo Soomaaliya oo iyagu wali aaminsan inay ka tirsan yihiin dhulweynahooda lama oga natiijada mustaqbal ee ka dhalan karta xiriirkan saameynta ay Soomaaliland ku yeelan karto inay ka dhagaadeegto dalka labaad ee ugu dhaqaalaha buuran dunida iyo talaabada ay Beijing kaga jawaabi doonto diblomaasiyadda Taiwan ee sii kordhaysa khadar hayba saab TV hargeysa qoonmaal Islam ee fatwa maqabta weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islam una dir hal shan eber